المصري وقف وقفة رجل واحد وطالب بتشديد العقوبة، لكن عايز أفهم من حضرتك إيه أصلاً حكاية التنمر ومين اللي بيتعرض للتنمر؟ يعني لو حصل فيه إيه يبقى حد تنمر عليه. بحييكي طبعا على المقدمه دي، يعني اللي لخصت او حطت محاور الحديث هيبقى ازاي. خلينا نقول ان التنمر دي جريمه اتعرفت في العالم كله بشكل مستحدث لانها ما كانتش ملموسه. يعني دايما يحصل عنف معنوي وما يتقالش ان ده هو عنف او ما يتقالش هو جريمه، رغم ان هو ممكن يولد اكتئاب وانتحار. يعني معنى كده ان هو بيسفر لينا عن انسان محطم قد يؤدي الى انهاء حياته. فالعالم كله واليونيسيف بداوا يعرفوا يعني ايه تنمر، يعني ايه تعريف تنمر الاول عشان تعرف اذا كنت بتتعرض لجريمه ولا لا، او انت ممكن تكون بترتكب جريمه بالظبط وانت مش فاهم انك انت بتتنمر على حد. ده حقيقي، لان احنا في بعض في الاعمال الدراميه، مع احترامي لكل الاعمال الدراميه اللي احيانا بيكون فيها تنمر، صحيح، واحيانا تعزز الغرائز الانتقاميه واللا اخلاقيه عند المتفرج بدون شعور. عشان كده نتمنى مراجعه الاعمال الدراميه والكتاب والسيناريستات يبقوا عندهم وعي انساني بما هي جريمه التنمر. جريمة التنمر هو الاستقواء، أو نقول الاستقواء أو استخدام السطوة أو السلطة على الأضعف، واستغلال الضعف ده أو استغلال الحالة للإساءة به أو السخرية منه. أوكي. على المستوى العرقي أو الديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو اللون أو الجنس. ده تعريفه بشكل يعني إلى حد ما حاولت أن أنا أبسطه عشان الناس تفهمه. يعني معنى كده إيه؟ يعني أن أنا ما أقدرش خالص أن أنا أنتهز فرصة لضعف الشخص اللي قدامي أو لتشوهه أو لنقص ما أنا من وجهة نظري، لأن أنا ما بشوفش أن في شخص ناقص، لكن لو في نقص ما أنا شايفاه بدين، نحيف، أسمر، أبيض، عنده بعض الإعاقات أو الأمور الخاصة، كل ده نوع من أنواع التنمر. إن أنا مش من حقي إن أنا أتخذ هذا الضعف أو هذا القصور من وجهة نظري، لأنه قد يكون ما مصدر للقوة. بدليل البنت الجميلة اللي اسمها آية اللي هي 11 سنة اتخذت من التنمر وسيلة لدفعها لمحاربة التنمر، وقعدت بقت شريكة في حملة ضد التنمر على اللون. صح. فبالعكس يعني في بعض الناس بيشوفوا ان السمار هو افضل من البياض، فاذا ان الامر نسبي واخلاقي وانساني. صحيح. قد نجد ان المتنمر مجرم مع سبق الاسرار والترصد، لكن احنا مش عارفين نسبه الجريمه دي عليه. فكان لابد من تعريف عالمي اولا. من الرائع ان احنا نلاقي قياده الدوله تسعى وتقر وكمان تشرع مناهضتها للتنمر وتجريمه. التشريع لابد أن يكون متوازي مع التصرفات أو المسار الاجتماعي الناهض أو الراقي. فإحنا طبعا بنحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التوجه الإنساني اللي إحنا بندعمه. إحنا عايزين مصر تتخلص من أي استرادات أخلاقية مش ما كانتش موجودة أو سلوكية إحنا شايفينها ما كانتش موجودة في مصر خالص. يعني طيب عندي بقى شوية أسئلة هبدأها بسؤال. يمكن إحنا أنتي بولينج ضد التنمر كانت حملة بدأت في المدارس. أيوة. لو تفتكروا كده السنة اللي فاتت زي الوقت ده كنا قاعدين نتكلم في حملة ضد التنمر اللي أخدتها مدارس كتير. طيب أحيانا بعض الأطفال بيقوموا بجريمة التنمر. إزاي نفهم الولاد أو مين ينطبق عليه إن هو ارتكب جريمة تنمر وهو طفل؟ طب إحنا هنا هنحاسب مين؟ الحقيقة ده في صلب دراستي. يعني في صلب دراستي احنا عارفين ان التربية الثمرة بتاعتها موجودة معانا لحد دلوقتي. طبعا. يعني حضرتك دلوقتي نتاج تربيتك وانت صغيرة. صحيح. حتى لو حضرتك ما شعرتيش بده، ان كل التصرفات اللي الاهل تصرفوها مع حضرتك وحضرتك في فطور النمو، يعني صغيرة لسه مش كاملة الادراك، هي اللي بتنعكس على سلوكك لما تكبري. صح. سواء كان سلوك الواحد متحضر او همجي او لا انساني أو إنساني، حتى على أخلاقه. أوكي. وضميره. إيه مين اللي هيتعاتب في الموضوع ده؟ الأم والأب. والتربية والمدرسة. من ناحية القانون إيه؟ لا، القانون ما يعاقبش الطفل. الطفل مش هينفع يعاقب. طيب. هل إلا إذا ارتكب
هل يعاقب القانون الأب أو الأم مع استمرار التصرف؟ طبعا احنا عندنا قانون ورولز معينة. إذا كان الأمر أدى إلى جريمة فعلية ملموسة من طفل بيبقى عنده الأحداث صحيح. وفي سن معين كمان مش سن حديث. التنمر ساعات بيصدر من طفل عنده 5 سنين و6 سنين. هتلومي مين؟ انت مفروض تعملوا تقويم سلوكي، تعملوا له جلسات تربوية، تعملي للأب والأم إرشاد أسري. عشان كده أنا بتمنى أن الإعلام يتبنى فعليا التوجه للرسائل للأسرة كيفية التربية. التربية هي العصمة الأولى للأمة صحيح. للأجيال. مهما توقعنا أن هي صفصطة أو كلام فلسفة، الحقيقة هو مش كلام فلسفة. كان زمان حتى من غير ما يكونوا متعلمين الست بتبقى واخدة بالها جدا أنها تربي إيه الصح وإيه اللي ما يصحش وإيه اللي يتقال وما يتقالش. فتلاقي ابن ست أمية لكن ما عندوش أي نوع من أنواع التعصبات ولا الانحرافات الأخلاقية. بالعكس، طالع ممكن يكون طبيب، ممكن يكون طالع مزارع، بس عنده أخلاق، عارف يربي الناس ولاده ازاي. الحقيقه احنا بنفتقد للتربيه بشكل صريح وواضح، وهو ده اللي بينعكس على الطفوله. ان الطفل ممكن يكون عدواني، ممكن يضرب صاحبه، ممكن يقول له انت تخين، ممكن يقول له انت رفيع قوي، ممكن يقول له انت قصير، ممكن يقول له انت طويل، ويعملوا شله من التنمر. لا، ده حتى في حكايه الشله دي القانون قال ان العقوبه تشدد اذا وقعت الجريمه من شخص